2020 جديد من الدار البيضاء. كتشوفوا في هذه الاثناء لحظة اغلاق جميع المحلات التجارية والمقاهي ومحلات بيع المأكولات الجاهزة بوسط مدينة الدار البيضاء. الساعة تشير إلى 9:05. نجي نشوفوا واش جميع المقاهي اللي كتبيع المأكولات الجاهزة ملتزمة بالإغلاق اللي فرضته السلطات المغربية، خصوصا السلطات بمدينة الدار البيضاء بعد عودة الحجر الصحي أم لا. السلطات ورجال الأمن كيسهروا شخصيا على عملية الإغلاق.
جدا بالنسبة للمتابعين الكرام. كيف جاكم هذا القرار ديال الإغلاق ديال المقاهي مع المحلات اللي كتبيع المأكولات الجاهزة مع الساعة التاسعة؟ واش هو قرار صائب أم يجب تعديله؟ كيفاش كيبان لكم هذا القرار؟ خليه مسكين تيمشي، الله يسهل عليه. كانت هذه جولة بوسط المدينة، كيف كتشوفوا كل جميع المحلات، محلات بيع المأكولات، المحلابات، الكل ملتزم بالقرار ديال، ملتزم بتطبيق القرار الحكومي اللي قرر أنه يتم إغلاق جميع المحلات التجارية حوالي الساعة التاسعة والمقاهي حوالي الساعة الثامنة. بجميع تراب مدينة الدار البيضاء
تأتي على نهاية هذا المباشر، ينتظرنا في مباشر آخر بعد قليل بأحد الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء. إلى ذلك الحين وكعادتنا نستودعكم الله والسلام عليكم.